ازيكم يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج العقرب ليوم الاثنين 15 نوفمبر تشرين الثاني 2021. اليوم من ايامك المفضلة يا مولود العقرب، مع انك لا تشعر بذلك في الصباح، لكن في الظهر تشعر بالانتعاش والقوة. يوم جيد للقيام بما تريد القيام به، وبخاصة مع توقيع العقود والمبادرات وإنجاز العمل المتراكم لديك. المساء جيد لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء، لكن عليك الابتعاد عن من تحب، لأن علاقتكما ما تزال متوترة. مهنيا، كوكب نبتون الذي عاد ليسير بطريقة مستقيمة في هذا الوقت يجعل الأمور أكثر وضوحا ويحثك على العمل الجدي والوعي. عاطفيا، نظرات الشريك تزعجك وتدفعك إلى القيام برد حاسم لقطع الطريق أمام شكك في جدية علاقتكما. صحيا، لازم البيت إذا شعرت بعوارض الزكام، فالطقس البارد يسهم في تأزم الوضع. توقعات العلامة الأولى مواليد 23 أكتوبر ل 2 نوفمبر. أمامك العديد من الفرص الجيدة، ويمكنك تأسيس اتجاهات جديدة في مكان العمل. إذا أخذت أفكار الزملاء بجدية، فسوف تتمكن من الوصول إلى نتائج خلاقة من المقترحات الكثيرة والمختلفة. التغيرات واردة أيضا في حياتك الخاصة. استقبل الأشخاص الجدد بترحاب، وسوف تلاحظ إمكانية تطوير الصداقات، وهذا سوف يضيف إلى معارفك الحاليين. توقعات العلامة الثانية مواليد 3 نوفمبر ل 12 نوفمبر. هناك بعض التغيرات التي تحدث في حياتك، فلا تخجل من ذلك واستقبل العالم بترحاب. سوف تلتقي بأشخاص جدد يمكنك الاستمتاع معهم وإقامة علاقات ذات معنى. بالنسبة للمسائل المهنية، سوف تصادفك بعض التحديات، لكن لا داعي للخوف لأن الحظ حليفك. اعتبر هذا الموقف فرصة للنمو الشخصي. توقعات العلامة الثالثة مواليد 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر. إنك مفعم بالحيوية، والأنشطة الرياضية هي طريقة ممتازة لإرضاء هذه الرغبة في الحياة، حيث أنك لائق بدنيا. يمكنك أيضا الاشتراك في تدريبات مستمرة ومكثفة للقوة. استخدم هذه الطاقة في تحقيق أحلام قديمة خاصة بعملك. سوف تجذب ثقتك في ذاتك الآخرين، ولذلك لا داعي للقلق بخصوص الدعم الذي تحتاجه، فالنجاح مضمون. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.